بس عليك الحمد لله، بارك الله فيك خويا. عندي واحد المشكل مع الزوج ديالي ملي كنكونوا في المعاشرة. ما كان عقلي كي كيمشي، عقلي كيفكر في حاجة واحدة أخرى. مثلا تحدث مثلا ما كنفكرش، مثلا ما كنستمتعش مثلا بديك الحاجة. بس كتفكري في كوزينة، كتفكري في طلابات، كتفكري في لا، هادشي. هاي عقلك كيهرب لك. كنعيط من حضر ديك الساعة وعقلك يمشي. ألف عمرك 33، وراجلك 38، شحال؟ 38. اوكي، عندكم شي وليدات وشحال نتوما مزوجين؟ متزوجين 8 سنين، عندي ولد. الله يخلي لك يا ربي. شكرا. شنو اللي يمثل في العلاقة ديالكم الجنسية؟ شنو اللي كيبان لك علاقتكم بعد الجنسية مرتاحين فيها ولا لا؟ مرتاحين؟ لا، مرتاحين عادي، غير هو ده المشكلة عندي انا وصافي. لا مرتاحين. دابا ذكرتي جوج ديال الناس، انت وياه، وانت دابا كتقولي انا ما مرتاحاش، هو تيقول لك انا مرتاح، اه، هو مرتاح. هو او انت باش عرفتي راسك مرتاح؟ انا ماشي دائما مرتاحة. واخا، شنو الحاجات اللي كتكوني فيهم انت مرتاح؟ يكون عقلي ما كيمشيش بعيد، يكون مثلا عايشة معاه ديك الجو. اكيد يدير معك العلاقة الجنسية في الوقت. في الأول ما كناش الله تزوجنا، كان تقريبا يوميا. لا، شحال كيدير معاك؟ شحال كيدير حاليا معاك العلاقة الجنسية؟ حيت الناس اللي كيتفرجوا فيه دابا، باش نقول لكم واحد الحاجة، هذا ميساج للرجال، ما بقاتش خويا انا واعر، انا كنعس مع مرتي يوميا يومي. اجي شنو كنشد كنمتعك كندير تضرب؟ ما كايناش اللي كتعرفوا بانه عنده قدرة جنسية مزيانة، واللي كيمارس علاقة جنسية وحدة وكيطول فيها من 40 دقيقة حتى لساعة. هذه هي القدرة الجنسية اللي تقدر أنك تهضر عليها. مادام أنك ولد الناس كتهضر على علاقة جنسية وحدة تدير فيها 5 دقائق 10 دقائق، وغدا كدير 5 دقائق 10 دقائق، ماشي علاقة جنسية هذه. لا، حسنا نحن في الاستماع. نعم. ها، شحال كديروا في علاقة جنسية وحدة؟ شحال كديروا فيها؟ كاين 4 سوايع. ما كنهضروش على بليزير كترتاح حتى الاخر. تالي لاله حسنا وشرح لكم هاد السوايع مزيان. المهم ديك الحاجات مثلا، الحاجات واو، حد الوقت الوقت ملي كتبداو علاقة جنسية معيش كتساليوه 10 دقائق، ساعة، ساعتين، ثلاثة. هذيك ما بين ملي كنجيبو البليزا ديالنا، ولكن ملي كتفضل العلاقة الحميمية وداك الشيء مهم مداعبة وداك الشيء، هذا شي نص ساعة مثلا بحال هكاك. كديروا الساعة ما بين المداعبة وكل شيء. اه متأكدة؟ نعم. ممكن يدير معك المداعبة ومع ذلك انت ما كت ما كت ما كت عقلك ما كيمشيش، ما كيهربش. وفي الوقت ديال المداعبة كيكون عقلي معاه عايشة ديك اللحظة، ولكن ملي المهم كنبداو العلاقة ديك الساعة صافي عقلي كيبدا يفكر في حاجة علاش؟ اللي ما كيبقاش تافهة. اوكي، ما كيبقاش يقيس واحد البوان عندك الداخل مثلا، كيفاش؟ حيت ما كيبقى تبع مداعبة كيداعبك من على برا. نعم. متفقة معايا ولا لا؟ اه. دونك مني ما كيبقاش يداعبك من على برا، مني ما كيبقاش يداعبك على برا، شنو كيوقع لك؟ كيخشي صافي القلب. عقلك يغيب، لا ما كيبقاش عقلي في ديك، ما بقاش حاضر. دونك هو عندك المشكل انت عادي، المشكل اللي وقع لك هو انه في الفترة، هو باش نلخص لك باش ما ندخلكش في هذه المتاهه هذه ومابقاش نشرح لك هذا الديتاي هذا، اللي غتركزي عليه مع هذه السيده هذا هو قولي لي، بقى تصدقني انا الاول في العلاقه الجنسيه، وديك الساعه ندوزو لك انت كيفاش. ولكن وي كنت عطل ديك الساعة بزاف، نقدر ما نجيبش البليزير ديالي. شوف، الا سبقك انت الاولى في العلاقه الجنسيه، حيت انت شنو خصك؟ خصك ممارسه من على برا، يعني القضيب ديالو بلا ما يتخشى الداخل، يبقى على برا ويمارس معاك، راه غادي تجيبي البليزير ديالك. هتزوجتو عن حب؟
لا، زواج تقليدي وصافي. ما كنتيش من قبل دايره شي علاقه؟ لا اوكي، دونك هادشي اختي اللي غادا ديري في العلاقه الجنسيه ديالك مع هاد السيد هذا، يخلي القاضي ديالو على برا ويداعبك من على برا. صافي، هي داك الاحتكاك راه يقدر ينتهي تجيب بيه البليزير ديالك، وديك الساعه هو يدخل معاك الحاجه الثانيه. اخو دكتور، شكرا بزاف. بعد الراس والعين، الناس اللي كيقول لك تو باش نجاوبك، لو ما نطلعك هنا نهضر انا وياك، شفتك صيفطتي لي قبيله، يا ربي تكون عاود وصيفط باش نقدر انا نهضر انا وياك. عفاك، بغيت نسولك. انا عندي واحد المشكلة مع الزوج ديالي. تزوجنا دابا يا 15 سنة، وبيني وبينه 11 عام ديال الفرق دلاج. المهم، هذه 4 سنين عندنا مشكلة، انه ولا عنده القذف السريع، يعني ما بقاتش لا الثواني. لا، 4 سنين، 4 سنين، أنتم مزوجين؟ 15 عام. أها وفي الأول كنت كنحشم نقولها ليه، من بعد ولينا كان وليت كنقولها ليه، كيخلق لي أعذار كل مرة. كيف عمرك تسمع؟ أنا عندي دابا 35 سنة، وهو؟ هو دابا عنده 46 سنة. اوكي، دونك هادي 4 سنين باش تزوجته وعنده هاد لا، المشكل هذا، 15 سنة باش تزوجنا. وعاد ولا عنده هاد المشكل. ال4 سنين هو عنده، 4 سنين وانا كنعاني من هذا المشكل انا وياه. 15 عام وانت مجوجه بيه، خلينا انت 15 عام وانت مجوجه بيه، و4 سنين باش ولا عنده، يعني مؤخرا ولا عنده هذا المشكل. 4 سنين لهنا ولا عنده هذا المشكل. واختي هادشي اللي كنقول لك، كتقولي لي لا 4 سنين، 4 لا، سنين انا صحابي ما قلت ليش مزوجه 4 سنين، اسمح لي. لا لا، دونك 4 سنين وعنده هذا المشكل هذا. شحال هادي، كيفاش كنتو كتعيشوا حياتكم الجنسيه؟ كانت عادية مزيانة، دونك كانت مزيانة عادية، غير وكان في الأول كتكون الزوجة المرا يلاه مزوجة، ما عارفاش باقي، ما كتعرفش كيفاش نقول لك، باقي ما كتعرفش تستمتع، باقي ما كتكونش عارفة شحال من حاجة. مي كتوصل للثلاثينات عاد كتولي فاهمة، لقات راسها الراجل فات فيه الفوت. لا، واش تقول لك شطراجي، واش الراجل فات فيه الفوت، ولا انت ما كنتيش فاهمه، دونك كان تيبان لك كلشي زوين؟ لا، كان ديك الساعة ما عندوش لقاء السريع، كانت العلاقة عادية، يعني كما قالت السيدة قبيلة، من الساعة هي علاقة عادية. علاقة عادية، يعني بريباراسيون كتكون زوينة، فيها واحد 14 20 دقيقة، البينيتراسيون كتكون فيها واحد او موا واحد 5 مينوت، بعدا كتعيشها. يعني كما قلتي قبيلة، كيعطيني الحق انا الاولى، عاوتاني بالنسبة لي انا ما كنديرش لا بيلول. دابا ما فيهاش حتى 10 ثواني، ما كايناش، يعني كي كيدير بينيتراسيون صافي في البلاصه. اوكي، شحال مرة كديروا دابا علاقة جنسية؟ صراحة دابا بالمشاكل، ولو عندنا مشاكل بزاف، داكشي أثر لينا على حياتنا بزاف. دابا كنا مخاصمين شي 4 شهور وما كان صافي، أنا عييت عييت، ما بقيتش كنحمل يقرب ليا، لأنني حقت كنشوف راسي تنبداو ما تنكملوش، ديما داك الرابور، نفس المشكل، ما بغى يدير حتى شي حل. داكشي تأثر حتى على حياتنا، يعني كتفيق خاسر، طالع لك الدم، كتقلب على أي سبب باش بحال حقدت عليه. اها، دونك هو كتشوف انه ما بغاش يقلب على الحل. ما بغيش يقلب على الحل. وبين مشيت معاه واحد المرة صافي، فاش المرة الأولى فاش قلت ليه هادي عام، هادي عام، قلت ليه صافي من أحسن نانيولي وكاع هاد لي رابور، بلاش نعتبر راسي أنايا غير، فهمتي، غير موت الوليدات، وغير كنربي لك وليداتك، وما تعذبنيش، ما تشدش بيا دوطروت وتخليني في وسط الطريق. قلت ليه بلاش. من بعد فاش شاف راسو تزير وداك الشيء، قال لي نمشيو عند الطبيب. مشيت قلت لي والو، نمشيو عند الطبيب. مشينا عند الطبيب، قال لي ما عندك حتى شي مشكل، داك الشيء راه بسيشيكمون وداك التخربيق، سيت حتى التريتمون ما بغاش يكملو. قال لي الطبيب ما ندابا التريتمون تاع هاد المشكل ديال القذف السريع. الناس اللي كيمشيو عند الاطباء في هاد الحالات هادو، كيقول لي عندك مشكل بسيشيك. البسيشيك ما كيتخدش عليه الدواء، مشاكل نفسية ما كيتخدش عليها الدواء. عطى لي واحد لو جيل، واحد ما كيتخدش عليه الدواء. السيد راجل واش بدل الخدمة؟ شنو شرحي لي بعدا هو نفس الخدمة، نفس الخدمة، يعني الناس عنده كيفاش داير؟ عنده الناس. هو شوف، هو ديابيتيك، عنده وراثي في العائلة ديالهم. هل الأولى زيدي حاجة تانية؟
ما كيتستريساش، بالعكس بالضبط. الانسان اللي ما كيغياجيش ما كيبينش، عرفتي ما كنتيش ماشي تخافوا. هان ترى دابا هذا هو المشكل. دابا مقوت هو ما تيب كيفاش نقول لك، واحد كيكذب حتى على راسه، عنده الايجو طالع كيكذب حتى على راسه، ما كيقول لك انا سي نورمال، ولكن وانا فين؟ وفاش تقول لي لا انا ما بقيتش بغيت، يقول لك حقي، فاش نقول له حقي انا فين؟ دابا ولينا بحال داك شد قطع عليك، شد قطع عليك. حيت شوف دابا قوة التراكمات أول حاجة، تاني حاجة السيد ديابيتيك، ديابيتيك راه يقدر يدير علاقة جنسية، ما عنده حتى شي مشكل إلا كان الخزان ديالو مقاد، هادي باش نكونوا فاهمين، هادي من جهة. من جهة واحدة أخرى، إلا علاقة جنسية في البداية ملي كان وقع هذا المشكل، حتى كنتو كتمرسوا مرة في السيمانة. شوف كنقول لك ال 11 سنة الزواج كان المينيموم كنديرو دابا راه زوج كنضرب حدود ربع سنين، هذا ربع سنين هي اللي نكره. الجزئية ديالها، خليك معايا في العام المهم. في البداية كنا 2 مرات في السيمانة، 2 مرات في السيمانة، على الأقل 2 مرات في السيمانة ما كانش كيبغي يدوز معاك. كان كيقول لي لا كنت سمحي لي الله يرحم خوك السي ناصر، بلوكيتك من داك الكونت. إذا كان عندك شوية نفس إلا جات على خاطرك، إذا بغيتي تقدر أخويا تصمت وما تكومونتي ما حتى شي حاجة، حيت الكومونتيرات ديالك ماشي حرام بالناس ليك. واخا أنا دابا هضرت معاك بأدب وغادي نبلوكيك عاوتاني، نتمناك ما تخش عاوتاني ماشي كونت واحد آخر. سمحي لي دابا، لا يعني مش مشكلة، قلت لك كانت 2 مرات في السيمانة. أنا في الأول ما كنتش عارفة، في الأول تيقول لي لا أنت اللي ضيقة بزاف، تنقول لي واش من بعد 11 عام هذا ضيق، لا أنت اللي سخونة بزاف، أنت اللي مشكل مشكل مشكل. في العام الأول كنت كان في الأول كنت شوف كان في شوف هي الرغبة كتزاد، مش نقول انا لكم فعلا الرغبة كتزاد. مورا الثلاثينات راه جوستومون داكشي اللي قلت لك من مورا الثلاثينات عاد وليت فاهمه، وليت عرفت شنو باغا وشنو ما باغاش من الحاجه اللي محتاجاها، فهمتيني. العام الاول تيقت وقيله فعلا في انا المشكل، من بعد فاش بديت كنرد البال ان كاع لي رابور نفس المشكل، وعرفتي راه كتسالي واحد العصبيه كتولي فيا، يعني كنفيق السيمانه كامله مع وليداتي مع الصبا مع حياتي كلها، كتولي مع الصبا مع الصبا، فهمتي. سي نورمال، هذا كامل جاي داكشي من اوفيس هاد الشويه، داكشي كامل عادي. نعم تمام. المهم عام الاول هكاك، العام الثاني بديت كنقلب، بديت كنقلب تنسول، عرفت على المشكل عنده هو، كنقول ليه العام الاول يعني يلا زيد اول الناس طلع على راسك، راه انا راه انا بنادم، راه انا راه بغيت، انا راه هكا هكا. كيقول لي المهم كنقلبوا على حلول بديله. مثلا انا ما كنديرش لابيلي، ما كنديرهاش، ما قديتش عليها، صحتي ما جاتش معاها، كيقول لي ندير الغابور الاولاني وندير الغابور الثاني. ثاني كنقول لي راه انا معرضه نحمل، غنخرج على راسي، نقدر اني داك الماء ديال الثاني دوز لي سبيرم الاولاني ديال، باقي فيك السبيرم تاع لاكت الاولاني. تيقول لي لا ماشي مشكل، انا خايفه حيت ديجا عندي 3 لي سيزاريان، ما يمكنش ليا نولد عاوتاني نتكرفس. تنقول لي المهم العام الثاني هكاك، العام الثالث العام الرابع قلت لي صافي كل واحد يمشي في حاله، حيت قلت لي ما يمكنش اعصابي كيتحركوا هكا، اللهم نكون مطلقه ولا ما تديش لي هكا، ما تجيش عندي. طلقتي؟ لا قلت لي زعما تدير لي هكا رابور ديال والو وتمشي، ما تقرب ليش اسيدي، ما تقرب ليش، بما اننا ما بقاش كيقرب لي، ولو بيناتنا المشاكل هو حنين في وليداته وانا حنينه في وليداتي، مفريه كل شيء. باش نكونوا فاهمين، هذا ماشي مشكلة ريم انك تقدري انك ديري هذا الشيء كامل، هذه المشكلة اللي تقدري تحلي بالعقل وبالخاطر. دابا راه مشينا عند الطبيب، ما بغاش يدير الحل، شنو هو الحل؟ كنهضرو دابا على هذا المشكل، هذا مشكل اللي هو نفسي صافي. لقد ينعس ديالو سيدي، إلا بدا كيتيق فيك وبدا كيخوي عليك الكفيفة ديالو صافي. دابا شوفي هادشي اللي كتقولي ليا دابا انتي، راه يلقى بعدا إلا لقى واحد المتنفس فين يقدر أنه يخوي بعدا، حيت هو باينة في عنده واحد الهمولة وكيخبي بزاف الداخل ديالو. هو حياته كاملة كيسكت ساكت من دوك الناس اللي ساكتين، دونك هكا راه سي نورمال أن الواحد راه ملي غيعمر الداخل غيحس بواحد الرغبة جنسية، ومن غيحس بديك الرغبة الجنسية شنو غيولي؟ غيولي اون فوا غير كاسك انت ولا كاس اللحم ديالك، كيخاف حتى هو غادي يجيب البليزير ديالك، حيت كيكون على سبة. علاش؟ حيت ديجا هو ديجا ديابيتيك، ديجا يقدر هذا المشكل بعدا يجي يخبي، يقدر يخلق ليه مشكل ديال لابونسيون حتى هو، ف
فهمتوني؟ يعني نعم. شوف ما راه واخا بالك بانه كول وضاحك وما مسوقش، والا كتبقى ما كيشد في خاطر كيخلق لي شي مشاكل من بعد. دابا يا هذا العام قررت انه عزل بيتو على بيتي، ولينا كل واحد كينعس في بيتو. كل قرحتو في هذا الشيء ما غاديش يتعصب، كل ما قرحتو كيتعصبش، والله ما والله. كيتعصب، انا اللي كنتعصب. وانت قلتي عاد دابا انا اللي واحد النهار عرفتي راه ما كان، انا اللي ما كنعش، هو كياكل وكينعس وعادي. انا مش اللي عارف سكنت الا قدر. شوف فين كتسكن؟ ما هي تسكن في كازا لا كنت تقدر تجيو عندي، انا عندي مكتب في الرباط في السهل، ان شاء الله. اه ان شاء الله. تواصلي كيف معايا، تواصلي معايا في الخاص حسان اختي، تواصلي معايا في الخاص ونصف اللوكاليزاسيون ان شاء الله. ان شاء الله. ميساج اللي باغي يجي لعندي مرحبا، اللي باغي يتبع معايا اديستونس مرحبا. الله يبارك فيك. مرحبا على راسي وعينيا. شكرا. المشاكل ديال السكر تيكونوا حتى عند العيالات، ما كتبقاش عندهم لونفي سيكسوال، ما كتبقاش عندهم رغبه جنسيه. هذه تشرح لينا هذا المشكل ديال سرعه القذف. اوكي، اول حاجه باش تكونوا عارفين ان المشاكل النفسيه ديال سرعه القذف كتكون مشاكل اللي هي خطيره. شي الواحد ملي كيكون عنده مشكل ديال قله النعاس، مشكل ديال قله الماكله، والمشكل ديال واحد كياكل اي حاجه مهمه باش ياكل وصافي، فهمتيني؟ انه كيبقى مغادي في واحد السيستيم ديال الماكله، ما كياكلش مواد اللي غنيه بالزنك، مواد اللي غنيه بحمض الفوليك، مواد اللي غنيه بالفيتامين اللي غيعاونوك انت كراجل في الانتصاب ديالك بعلاقتك الجنسيه. علاش قلت لك انا بس سبقت لك هاد الناس وسبقت لك هادشي كامل؟ غير باش نهضروا بعدا على اول نقطه، دونك نكملوا. هضرت لكم على قلة النعاس ولا الماكلة، هما المشاكل اللي كيخلقوا للراجل ضعف في الانتصاب في العلاقة. راه ده راجلي كان تيمارس معايا وما بقاش ما تيخونني، الا كان ما كينعش مزيان، ما كانش كياكل مزيان، راه كيخلق لي هذا المشكل هذا. ما عليناش، غنرجعوا دابا لتحت ديال 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 المشاكل اللي كيوقعوا ديال ضعف ديال القذف السريع. اكزاكتومون. دونك القذف السريع باش نكونوا فاهمين، نضروا على الجانب النفسي. الجانب النفسي هو ان اغلبيه الرجال ما كيفكرش كيفاش يدير يمارس علاقه جنسيه، كيفكر في حاجه وحده، كيفاش غادي نرضي هاد الزوجه، واش هاد الشريكه اللي انا معاها في الفراش واش هي راضيه عليا، واش هي راضيه على القضيب ديالي. عندك تكون كتشوف فيه شي شوفه ناقصه، فهمتي؟ عندك نكون ما كنعرفش نمارس معاها، عندك تكون شافت شي فيديو كيشرح علاقه جنسيه وانا ما غاديش ندير لها داكشي، عندك كذا عندك كذا. دونك كيدخل بديك العلاقه هو ديجا العقل ديالو شبعان، عندك وعداك وعداك. فهمتي؟ دونك الواحد داخل ديك العلاقه هو هادشي. منين كيكون جاي من دوك الجلسات اللي كتجلس اخويا في راس الدرب مع صحابك، كيبقى عليك انا راه كنشدها كندير ليها كنفعل ليها كندير ليها، وانا راه عندي وانا راه كذا. المشاكل اللي كيوقعوا عاوتاني هو انك ملي كتكون ديجا درتي واحد العلاقه جنسيه مع ممتهنات الجنس واستهزأت بيك، ولا قالت لك شي حاجه ما هيش، ولا درتي واحد العلاقه مع شي حد، وديك العلاقه ديك العلاقه اللي مارستي مع داك الشخص خلقات لك مشكل من بعد. بحال هاد المشكل، مثلا كنتي ناعس معاها مثلا وساليتو سولتيها قلتي لها مثلا كي جاتك العلاقه معايا، قالت لك زعما راه فيك شي ديفو ولا شي حاجه، دونك ديريكتومون كتاخذ هذاك الشيء وكيبقى عندك في العقل ديالك. تي علاقات جنسيه بزاف وكتجي وكتزوج على واحد العمر اللي هو كبير، العمر مثلا ديال 30 ولا ديال 32 ولا ديال 35 عام، كتجي انك تبدا تحرك وتجاوب معاه بديك العلاقه الجنسيه. هي باش نكونوا فاهمين، دونك هنا كيتخلق لك انت مشكل من الداخل ديالك، انك ما كتبقاش كتستوعب ان الجنس راه كاين في الواقع، في الواقع ديالك، ما كاينش في الواقع الافتراضي. صافي. دونك هذه من جهه، من جهه واحده اخرى المراه في 51 عام كاين احتماليه كبيره انه يقدر يوقع، كاين احتماليه تنقولها وكنعاودها، انه واخا تحمل المراه يقدر يوقع تشوهات خلقيه. دونك الاطباء اللي يقدروا يعاونوك في الشيء هذا اكثر. دونك هادو كاملين مشاكل كيقدروا ان الناس اللي عندهم قذف سريع كيقدروا. باش كنقولوا بعدا اول حاجه وقبل كل شيء، باش كنقولوا ان واحد الشخص راه عنده مشكل ديال القذف السريع، اول حاجه كيكون مزوج ولا كيكون عنده واحد العلاقه مع واحد الشخص واحد مده اللي هي طويله، كيمارسوا مده طويله. هذيك الممارسه ديال مده طويله وبانتظام شنو كتخلق لك؟ كتبين لك داك الشخص. علاش غنتقلنا اخويا؟ شنو كندير؟ واش معري لك شي حاجه؟ انا كنوريها لك، كنهضر معاك في واحد المشكل عندك نتايا.
الا كنتي الزنطيط ديالك ما بقاش كيوقف عادي، هادشي ما فيهش اتقى الله، اتقى الله ما دير حتى شي حاجه، انا ما كنهضر حتى شي حاجه. والله يا ودي خدي راحتك اختي فاطمه الزهراء. دونك شنو كنت كنقول؟ والله ما عقلتش انت هي تلف هاد هاد البعال قد تقى الله تقى الله مانيش كندير اصاحبي. واش لقيتي يدي انت نسولك واحد السؤال، انت الزوجه ديالك حاليا فين كاينه؟ فين هي الزوجه ديالك حاليا؟ فين هي؟ والله الا تلفت وانا دابا حتى فين حتى اش من بلاصه وصلت. باش كتعرف راسك بان عندك مشكل ديال القذف السريع، حيت كاين القذف السريع اللي كيكون عادي وكاين القذف السريع اللي كيكون تيكون مشكل مرضي. باش كتعرف بان القذف السريع عندك عادي هو انك ملي كتغبر واحد المده على الزوجه ديالك ومني كتجي كتمارس معاها كيوقع لك قذف سريع الليله الاولى، يعني الليله الثانيه ملي غتمارس معاها وانت معطل بشويه بشويه عليك صافي. هذه من جهه. القذف السريع المرضي شنو هو؟ هو انك حضر لي راسي. القذف السريع المرضي شنو هو؟ هو انك ملي كتمارس واحد العلاقه جنسيه مع الزوجه ديالك شحال وانت غابر عليها، ملي كتجي كتمارس معاها اليوم تجيبو دغيا، غدا كتجيبو دغيا، وشنو كنقولو كتجيبو دغيا؟ راه هو اللي قل من جوج دقائق كيطلع فوق منها صافي سالينا، فهمتي؟ الليله الاولى، الليله الثانيه، الليله الثالثه كذلك ومثال. دونك المراه خاصها وقت، المراه خاصها وقت، خاصها دقه دقه، ماشي تطلع فوق منها تسمع ديك جبتو. ما يمكنش ما عندها حتى شي معنى. دونك خاصك تقلب على المشكل ديالك انك تحلو. كان مشكل عضوي غيتحل، كان مشكل اللي هو كان مشكل اللي هو مشكل نابع من مشكل نفسي كيتحل صافي. اهم حاجه هو انك تكون عندك شويه ديال لا غالونتري وتفهم بان عندك واحد الزوجه وعندها واحد النفسيه، واخا كتجيبو بكري يكون عندك واحد العقل، واحد الجانب انساني تيتحرك وغادي الدور. كمل معاه بصباعك ولا بيديك، كمل معاه بصباعك ولا بيديك، وكدور التعامل ديالك ناقص، قضية عندك شويه مأزمه. دونك هذا هو المشكل المرضي. دونك المشكل المرضي ملي كتعرفوا كاينين جوج كما قلنا. دونك هذا المشكل العضوي كيكون جاي من العاده السريه اللي كيكون افراط فيها وكتمارسها بزاف، وكيكون شحال الوقت معقول باش تجيب الراس الاول. انت كراجل خاصك اخويا تلعب ما بين 5 ديال الدقائق، 10 دقائق، ربع ساعه صافي. وربع ساعه كنقول لك ربع ساعه الا كنتي غادي ديرها، الا كنتي كترينا تقدر توصل حتى لاكثر، تقدر توصل لواحد 20 دقيقه نص ساعه. اللي كيتعطل راه حتى هو مشكل. المشكل عرفتي شنو هي؟ واحد مدابزي باش يجيب بليزير واحد راه مصيبه كحله، راه والله حتى كيعيا وما كيقدرش يزيد، ما كيقدرش يزيد. وهاد المشكل ديال التاخر في القذف راه 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 زوين للمراه وخايب للراجل. واش بصح اللي عندها سرعه، اللي عندها سرعه القذف الا حملات ما كاينش المراه عندها سرعه القذف؟ لا لا، ما يبانش ليكم بان هاد القضيه هادي راه زعما مزيانه، فهمتيني؟ حيت ما يمكنش لك انت تشوفي مصلحتك وما تشوفيش مصلحته هو. من اليوم غادي ندير العداد. العداد الا كان راجلك كيدير تحت من جوج دقائق عرفي راه عنده مشكل ديال سرعه القذف. حتى المرأة تبغي، شوف الناس اللي عندهم هاد المشاكل هادو ما قادرش تتبع، ماشي مختص. انا دابا الناس اللي عندهم هاد المشكل ديال سرعه القذف كنقول ليه يتواصل معايا، ما كاين حتى شي مشكل، نتبعو عطا الله. جي تبع معايا، انا بشحال كنخدم مثلا الشهر، بشحال كنخدم مع الناس الشهر؟ بنادم اللي تيقول لي راه ما عنديش، راه كاين اللي كنخدم معاه فابور، ولكن عاوتاني ما يهبطش عليا واحد 10 الناس كاملين فابور حيت ما عندي لا ارباح لا والو. اوكي، مي كيجي عندي بنادم كيقول لي ما عنديش وما قادرش نخلص لك مثلا واحد 1400 درهم، كنقول له تعطيني 1000 درهم في الشهر غنخدم معاك، نعطيك تمارين رياضيه، غنخدم معاك في الجانب النفسي، نوريك كيفاش تمارس علاقه جنسيه، كيفاش ترضي الزوجه ديالك، كيفاش العقل ديالك يولي زوين في العلاقه الجنسيه، ما تبقاش العقل ديالك مشتت وداك الشيء، وانت بخير. مادام انت ما راضيش بداك المشكل ديالك الا والمرا ديالك كتقلف بلاصه اخرى على اللي غادي يلبي هذيك الرغبه الجنسيه ديالك، هذه باش تكون عارفه. الا ما كانش كتمارس على على لي فيديو ديال سميتو ديال البورنو، راه تلقاها كتديرها شي واحد بالموراك ولا غادي يجيها بورو الجنسي، تنفر منك ويجيها بورو الجنسي. شوف هادشي تقبلو، هذا واقع ديال دابا، هادشي واقع ديال دابا كنعيشوه
سيرينا. سبيح المرة اللي كتعطل بزاف، خاصة المداعبة بزاف، والمرة اللي كتعطل بزاف خاصة الراجل يشد لها ريتم واحد.